دكتور لو حبينا نعرف ايه هي وظيفة الغدة الدرقية في جسم الانسان؟ الجلد الدرقية، الغدة الدرقية. وظيفة الغدة الجلد الدرقية انها بتنظم الكالسيوم في الدم، تمام. فهي بتتحكم بذلك، بتساعد على امتصاص الكالسيوم. هي يعني الغدة الجلد الدرقية بتحول فيتامين د الى المادة الفعالة لفيتامين د في الكلى عن طريق انزيم معين، والمادة الفعالة بتاع فيتامين د ده بتلعب تأثير جامد في انها تساعد امتصاص الكالسيوم من الامعاء، وتساعد على تنظيم الكالسيوم في العظم، طلوع وخروج الكالسيوم من العظم، ودول اهم حاجه يعني بيساعد على هذا. وطبعا اي اضطراب في هذه الوظيفه بتؤدي الى مشاكل.